لم يشير صديق الكبير إلى الموال التي صرفت على عمليات الإرهاب والتطرف والغزو التركي. الآن نحن نتحدث على مليارات، ابتداء من 2 مليار 400 مليون في بداية شهر 4/2019 إلى أن هناك أخبار تتحدث على 8 مليار دولار وصلت إلى تركيا، والوزارة التركية تحتاج أو تطالب ب 16 مليار. السوريين تم دفع رواتب الأسبوع الماضي. نحن كنا نحذر أوروبا من تنشيط خط الهجرة غير الشرعية عبر البحر، لأن هناك مافيات في هذا الخط جاهزة للعمل. وبالفعل الأسبوع الماضي هناك أخبار تتحدث عن حوالي 1000 سوري من 925 إلى 990 سوري هربوا عبر زوارة وعبر سبراتا بزوارق. للأسف هذه الزوارق جاءت من إحدى الدول الأوروبية دعما لحرس السواحل الخاص بالسراج، الآن لنظرا للسرعة يتم استغلالها في تهريب الهجرة غير الشرعية. يوم الأمس ليلة البارحة هناك أخبار حوالي 483 تقريبا كذلك تم هروبهم من ليبيا إلى أوروبا. أوروبا نحن لا نريد لأي دولة أن تتضرر بسبب الفوضى الأمنية في ليبيا وخاصة في غرب ليبيا، ولكن نحذر دول أوروبا أن هؤلاء الأشخاص يعانون من صدمات نفسية ما بعد المعركة وأثناء المعركة، يعانون من عدم الدراسة أميين والتحقوا بهذه المجاميع المسلحة عن طريق تركيا منذ حوالي 10 سنوات والآن انتقلوا إلى أوروبا. لا نستطيع أن نحفي هذه الهجرة ونقول أنها هجرة بريئة، قد تكون هناك هجرة لعناصر منصة من تنظيم القاعدة أو داعش، بيت المقدس أو جبهة النصرة أو حراس الدين أو أنصار الشريعة، يتم تهريبهم لأوروبا للعمل بقلاقل أو لإيجاد توازن في حال دولة ما في أوروبا حاولت بأي طريقة كانت الضغط على تركيا في الملف الليبي. وبالتالي هناك ملف الهجرة غير الشرعية الآن أصبح في يد إيطاليا، وبالتالي على المجتمع الدولي الانتباه لهذه النقطة، دول أوروبا الانتباه لهذه النقطة أن هناك آلاف من السوريين الآن عبروا البحر باتجاه أوروبا، وسيكون هذا الملف مفتوح وهذا الممر مفتوح ما دام فيه فوضى وفيه غازي يريد استمرار الأزمة واستمرار الفوضى الأمنية.